جولتنا في موقع أهل الكهف مثل ما قلت لكم وخبرتكم. اليوم رح يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور معتصم الحناطي، مدير أوقاف لواء سحاب وإمام مسجد أهل الكهف. اليوم رح نتعرف على كل التفاصيل عن قيمة هذا المكان وفضله وقصة أهل الكهف. بدي أرحب فيك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، الله يحييكم يا أهلا. شكرا على استقبالكم في موقع أهل الكهف، ودعنا نتحدث أكثر عن هذه القصة قبل الدخول إلى داخل الكهف وتعرف على أبرز المعالم. طبعا الآن نحن هنا في العاصمة الأردنية عمان، في المنطقة الشرقية منها بالتحديد، والأردن كما لا يخفى عليكم هي أرض الرسالات والنبوات، وحصلت على ثراها الطيب أحداث عظيمة وتضم بين جنباتها الكثير من مقامات الأنبياء والصحابة التي تمتد على أطراف هذا الوطن الحبيب. فالأردن غني وهذا كنز نفخر به أمام العالم الإسلامي، لذلك نحن اليوم أمام أيضا مكان من هذه الأمكنة وأمام قصة عظيمة ترتبط بوجدان المسلمين، ألا وهي قصة أصحاب الكهف. سبع فتية حافظوا على دينهم وفروا خوفا من الملك الظالم من مدينة عمان وسط عمان إلى هذا المكان، وأواهم المبيت في داخل هذا المكان 300 سنين وازدادوا 9 بدون طعام ولا شراب ولا أي شيء، فقط التجأوا إلى الله عز وجل وهيأ الله لهم المكان والزمان، ثم بعد ذلك أحياهم الله مرة أخرى، أن قاموا من نومهم وأصبحوا يتساءلون فيما بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وخرج أحدهم إلى مدينة عمان، نفس مدينة عمان، لشراء الطعام. عندما وصل المدينة وجد كل شيء متغير، ومن خلال النقود اكتشف أمره، ثم عاد للكهف وأخبر أصحابه بالقصة وطلبوا من الله أن يميتهم، أماتهم الله. على إثر ذلك خلد الله ذكرهم وأبقى سيرتهم، حتى ذكر كلبهم في القرآن الكريم في 4 مواضع، ونسب الكلب إلى أصحاب الكهف. أخفوا حالهم وذكرهم فأظهرهم الله عز وجل على مر السنين والأعوام. لذلك كانت هذه السورة سورة الكهف التي تحمل بين طياتها وجنباتها قصة أصحاب الكهف الفتية الذين حافظوا على دينهم. لنتحدث فضيلة الشيخ عن جهود الدولة الأردنية في الحفاظ على هذا المكان وترميمه للحفاظ على التراث الإنساني والديني، نتحدث عن هذا الجانب من فضلك. نحن حقيقة في الأردن كأردنيين محظوظين بقيادة هاشمية مباركة أولت مقامات الأنبياء والصحابة اهتمام بالغ، ومن ضمنها هذا المكان، فكان لهذا المكان في وجدان جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه الأهمية والمكانة العالية والبالغة. فلذلك كان عندنا حصيلة هذا الاهتمام، مسجد يعني يخدم هذا المكان، وقاعات متعددة الأغراض، وأيضا رعي هذا المكان واهتم به، وتم توفير جميع السبل لإشهار هذا المكان ونقله من السياحة المحلية والداخلية إلى العالمية. تحدث عن وصفك، خلينا نحكي عن إقبال السياح إلى هذا الموقع، كيف تجد الإقبال على هذه السياحة هنا؟ كما ذكرت لك فيما سبق، يعني الاهتمام الذي حظي به هذا المكان كان له أثر كبير، من هذه الأثر أنه هذا الكهف أصبح مشهور عالميا، فلذلك يرتاد هذا الكهف من قبل كثير من الزوار المسلمين وغير المسلمين، لكن على وجه الخصوص المسلمين من جميع أنحاء العالم، من شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، من الدول الشقيقة والعربية، العراق، مصر، تونس، السعودية، الخليج عموما. فلذلك هذا المكان يرتاد كثير من الزوار، والحمد لله على كل حال. لنتحدث فضيلة الشيخ عن علاقة هذا الموقع، موقع أهل الكهف، بوسطية الخطاب الديني في الأردن. طبعا سورة الكهف مليئة بالفوائد الكثيرة، ومن هذه الفوائد التي أكرمني الله عز وجل بالكتابة عنها في رسالة الماجستير التي كانت كبحث علمي عن هذا المكان، وهو أول بحث في فضل الله عز وجل عن كهف أصحاب الكهف، وصلت من خلال هذا البحث إلى موضوع وسطية الخطاب الديني. كان ذلك يتمثل في قوله تعالى: وليتلطف، وهي منتصف القرآن الكريم، وهذه الكلمة لها ما لها لكل إنسان يريد أن يتوجه إلى الخطاب الديني والدعوة على وجه العموم وعلى وجه الخصوص كمسلم. لذلك اللطف مطلوب في كل شيء، وما كان اللطف في شيء أو اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هؤلاء الفتية لما صدعوا بأمر الدعوة
قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. القوم جابهوهم وواجهوهم بالرفض. كانت النتيجة أنهم آووا إلى الكهف، ما قاموا بأعمال تخريبية ولم يقوموا بالذبح والقتل وإلى ما لا ذلك، فقط انعزلوا عنهم ودخلوا إلى الكهف، فكانت الدعوة هذه مخلدة لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلذلك خلاصة هذا الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يوصل رسالة إسلامية معينة يوصلها باللين وبالحكمة، يوصلها بالرحمة وبالعطف وبالحنان، هكذا أمرنا الإسلام، ومن هذه السورة نتعلم ذلك. دكتور معتصم، كل زاوية في هذا المكان وفي هذا الكهف تروي حكاية، وحكاية أهل الكهف ذكرت في القرآن الكريم. بداية حدثنا عن هذه القصة. هنا في داخل الكهف، هذا المكان البسيط في مظهره، العظيم في أحداثه وعبره، نقف في مكان لطالما زرته ملائكة الرحمن. حظي هذا الكهف بعناية ربانية خاصة جدا، ارتضى الله عز وجل أن يكون هذا المكان مكان سكنة لأوليائه، زادهم كرامة وتشريفا ومهابة بأن سمى سورة الكهف باسمهم، ولذلك هذه السورة لها ارتباط وثيق بالمسلم في كل يوم جمعة، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة لما فيها من الفوائد الجمة. هذا المكان فيه أحداث عظيمة كما ذكرت آنفا. في هذا المكان بالتحديد نام الفتية 300 سنين وازدادوا 9، حظيوا بعناية ربانية خاصة، ومن هذه العناية تسخير الكون، هذا الكون بأكمله لخدمة الفتية، ومن هذا التسخير الشمس، ذاك الكوكب العظيم الهائل الكبير كان في خدمة الفتية النيام، فتدخل الشمس كما ذكر ربي في الآية الكريمة، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تدخل إلى هذا الكهف بقدر حتى يبقى المكان صالح للسكنة. لمعرفة المزيد دعنا نطلع على أبرز المعالم من داخل هذا الكهف، يعني هناك معالم عديدة لنتحدث عنها. هذا المكان في داخله 7 قبور، 4 قبور على الجهة اليمين و3 قبور في الجهة اليسرى، هذه المقابر لأصحاب الكهف دفنوا فيها فيما بعد نومهم، وأيضا تحتوي على الفجوة، وهي الفجوة التي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، قال وهم في فجوة منه، والمقصود في الفجوة هو المكان المتسع الفسيح الذاهب في الكهف أو الحجرة الداخلية. أما الشمس تدخل عليهم من مكانين، وقت الشروق من هذه الطاقة في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء والخريف والربيع تدخل من الباب. هذا المكان يحتوي على نقوش كثيرة وتزيينات كما تشاهدون حاليا، هذه النقوش كانت على زمن عصور متعددة، منها البيزنطية والرومانية وإلى آخره، وأيضا تحتوي على ملاط جيري، وهذا الملاط كان زمن سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله محرر القدس، نسأل الله أن يعيدها إلينا عاجل غير أجل، فكان هذا الملاط أو هذا التجديد وهو آخر تجديد حصل لهذا المكان.